شلون خويا؟ معكم صدق دبتر بحونا واخونا شكون كل شيء مبروك عليك خويا. كل شيء مبروك. راك ربحت معنا صدق دبتر بح. راك ربحت ربحت افريقيا باش تشوف المنتخب الوطني تاعنا. ومش اللي يربح طلبين. لا لا. ربحت فوق الفيل. رحلة. جنوب افريقيا فوق الفيل. ان شاء الله راح تروح انت والفاميلي تاعك ان شاء الله تروحوا لافريك ديزيت ان شاء الله تروحوا فرحانين رافيل تيفو تاع الجزائر الاخر جاي 30 مليون الاخر فيهم 30 مليون شحال 30 مليون 30 مليون خويا خصنا فينا مليح وان شاء الله راح نوكل ان شاء الله راح نوكل لكم يزور ثالث الماك راح نوكل لكم يزور ثالث وان شاء الله الفندق هذاك راح يكون فيه نفس النجمه فيها المكان جيد نسوان مكان جيد وفيه ليكيتمان فيه مملي بيسي نعم فيها فيه ما موسمو دراهم كان نبيهم دراهم لذا ما تقبلش ديهم دراهم خو انا كيف يا خو هكذا انا قلت لي تقدر تربح من يربح ربحت انا ربحت ميكرووند ميكرووند وسخان فرني انا حكيت مش ميكرووند نعم خويا انا حم ميكرو مش ميكرووند لا لا خويا ما قلت احنا الميكرووند تاعنا يسخن ويبرد خو انا نسخن بس انت تحب سخانة؟ لا 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 يا هذا هذا شكون يا ولا نعم احنا حصل تقدر تربح راك ربحت معنا راك ربحت معنا رحلة فوق الفيل جنوب افريقيا يا خويا رحلة فوق الفيل جنوب افريقيا ان شاء الله البافانا البافانا فوفو فيلا والقدام خويا سند الخضر كنت تشوفو هذا هاي تظني منو تروح ان شاء الله تروح ان شاء الله تروح انت وفاميلتك خو وفي الديكمان ها الديكمان ان شاء الله لو 30 جانفي 2013 وشنو لو 30 جانفي 2013 وما نضمنولوش الا تولي خويا علي شرته علي كيما تحب خويا ها كيما تحب انا خاطر واحد اخرى فوق النعامه كاين رحله واحد اخرى فوق النعامه علي شرته